أخ يا سيد دوندار. أخبروني، هل انتهيتم؟ هل أتممتم مهماتكم؟ أتمنى ذلك يا سيدي، لكن هناك مشكلة. السيد دوندار اشترى السادة لكي يصوتوا له. اشتراهم بالذهب يا سيدي، وطلب منهم أن يدعموه أيضا. عمي فقد خدع سافجي أيضا. كيف عرفتم بهذا؟ سلطوق لا تخف يا أخي، تكلم. السيد دوندار له فضل كبير علي، وثق بي وجعلني مساعده، لكنه لم يعد يتصرف كسيد للكاي. سلطوق تكلم يا أخي، ماذا فعل السيد دوندار؟ طلب مني شراء السادة، وسيختارونه اليوم. اشترى كل السادة عدا الحداد. انظر لسيد دوندار، اشتراهم بالذهب. سلمت يا أخي، اذهب الآن ولا تخبر أحد. نحن سنخبر السيد عثمان. هذا ما قاله إذن. يجب علي أن ألتصق بعمي وأكشف هذا الأمر الآن، ولكن حينها سيتضح أن سلطوق أخبرنا. لننتظر إذن. سيدي دعنا نتصرف مع السادة المرتشين، دعنا نقتلهم. لا يا سيد جينجي، توقف، لا تستعجل، لن نحل هذا بالغضب، سنحله بالعقل. أتسمح لي يا سيدي؟ تعال يا دومرول. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. جيركوتا يطلب الإذن للمجيء إليك. فليأتي. ماذا تفعل هنا اليوم يا جيركوتاي؟ إن لم يختاروك سيداً ستعم الفوضى. فكرت بأنك قد تحتاجني. وماذا إن اختاروني سيداً؟ عندها سيكون هناك طعاماً بالتأكيد. أيها الأبطال، هل ترون؟ لا يمكن أن يعرف أحد من سيكون في صف من سوى الله تعالى. عندما ننتهي فكروا بحل لهذا. أمرك يا سيدي. أهلا بك بيننا يا أخي.